نظام الرئيس السابق بوتفليقة. لماذا يرفضون كمبدأ فكرة الحوار ورفضوا الذهاب إلى المشاورات التي كان قد بدأها رئيس الدولة؟ لأنهم يعتبرون بأن هؤلاء ليس لهم مصداقية للقيام بأي حوار. أولاً، اثنين، هؤلاء كرئيس الدولة ورئيس الحكومة اللي عاشوا مع النظام السابق لفترة طويلة، 17 سنة بالنسبة لرئيس الدولة وعشرات السنين بالنسبة لرئيس الحكومة الذي كان وزيرا للداخلية. هؤلاء طالما أنهم رموز النظام، الجزائريين لا يمكنهم أن يطمئنوا إليهم بأنهم يمكنهم القيام بمرحلة انتقالية يطمئن فيها الجزائريون والجزائريات بأنهم سيقودونهم فعلا إلى بناء مؤسسات دولة جديدة، إلى بناء ديمقراطية. على هذه الجزائريين لما يقولوا باللي ما نتحاوروش معهم يروحوا هؤلاء جميعا، هذا موقف مبدئي، وعبروا عن ذلك في المرة السابقة عندما رفضوا تلك المشاورات. ليس الحراك في الشارع والمجتمع المدني، كذلك الأحزاب السياسية كلها تقريبا كان لها موقف في بيان يؤكد بأنه لا حوار مع رموز النظام، لا حوار مع رئيس الدولة الحالي، ولا حوار مع رئيس الحكومة الحالي. وبالتالي نعم، الحوار كطريقة حضارية لحل المشاكل نثمنه وننخرط فيه، ولكن مع من نتحاور طالما أن هؤلاء مرفوضين من كافة الشعب الجزائري؟ إذا الإخوة يبحثون عن حوار حقيقي، يجب أن نتوصل إلى خريطة الطريق متفق عليها. والجزائريين والطبقة السياسية قالوا ما نتحاوروش مع هؤلاء، ولكن في نفس الوقت نحن نريد مرحلة انتقالية يديرها رجال ونساء مقبولين من طرف الجزائريين والجزائريات لفترة زمنية. هؤلاء يقومون بوضع التشريعات الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية أو أي انتخابات مستقبلية يمكن أن نطمئن إليهم. يحتاجوا إلى لجنة للانتخابات، لجنة مستقلة تماما عن وزارة الداخلية. نحتاج إلى حكومة محايدة تتشكل من إطارات جزائريين المشهود لهم بالنزاهة وعدم تورطهم مع النظام السابق. إذن خريطة الطريق بسيطة، والحوار